خامس حاجة بقى، ودي الكارثة الكبيرة، دي الكارثة اللي بتخليك فعلا مصدر ألم وتعاسة، انك تبرر أخطائك لشريكك أو للي قدامك. لو أخطأت عادي، أخطأنا، إيه مشكلة؟ ما احنا مش واحنا مش بشر، وما احنا ليه بننكر بشريتنا؟ وليه ننكر إنسان؟ بنخطأ، أخطأنا. واللي بيعترف بغضبه ده حد كبير جدا على فكرة. إيه؟ اعتذر، لكن تقعد تبرر، أنت في دايرة بقى، بصوا ما بتطلعش منها. ليه ليه ليه؟ ده يبرر وده يقول وده يبرر وده، لا. لما نحب الآخر ما بنبررش. التبرير بيخليك تحط نفسك في دايرة اتهام، ودايرة الاتهام تحطك في باب ايه؟ للخلاف. الاختلاف عادي، احنا بنختلف، لكن خلاف بقى وجدل ومجادلة وحاجة مصيبة. فكرة مين اللي غلط؟ مين الغلطان؟ ومين اللي مخطئ؟ ومين اللي بيعمل؟ ومين اللي كذا؟ ما بتتبناش حياة اصلا. كده كده الحياة لازم فيها مشاكل، فنركز على ايه؟ ننط على الحلول. ابعد، سيبك من حتة الغلطان والتبرير والكلام ده، إلا إذا بتوضح. والتوضيح في جملة من ثلاث كلمات، وهتقول ثلاث جمل في أقل من خمس ثواني. أنا عملت كذا، كانت نيتي كذا، أنا عملت كذا، كان قصدي كذا، ما كانش قصدي اللي أنت عمله، خلصت، يلا الحل. لكن أقعد أبرر وأقول وأعمل، لا لا لا، ومين اللي بدأ، ومين اللي غلطان، ومين اللي كان، ما تطلعش بره الدايرة دي. النقطة دي نقطة مهمة، وإحنا مش عايزين نسيبها إلا لما تكون أنت فعلا من جواك خلاص. اللي بيحب حد ما اناش داخل معاه في حرب، مين اللي غلطان، وكل واحد ما انا عشان اوضح له. تقعدي نص ساعه توضحي، ما هو مش فاكر. قالت والله هي قعدت تتكلم صراحه دكتور، بس انا مش فاكره قالت ايه. طبيعي طبيعي. يبقى لا تبرر الا توضيح في جمل قصيره جدا جدا، خمس ثواني، خش ونط على دايره الحل. سادس حاجه، عشان تكون مصدر للحب والفرح لغيرك مش مصدر الم وحزن، وانا بعتبرها صراحه نقطه مهمه جدا جدا خصوصا لشريك الحياه، ها كوتي يقول لك عليا كده، اسمع 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 باهتمام. معاكي 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 فين يا عم؟ انت على الموبايل، انت على الموبايل ولا سامع او بتكتب او مش عارفه هي بتعمل ايه، بتقول بس وانا بخلص. لا لا لا، الانصات. يحبك الناس. الانصات لغه من لغات الحب الخمسه، انك تسمع بحب وتمام. خليني احكي لكم قصه على موضوع الانصات ده. في كتاب كان اسمه عادات الناجحين السبعة، ما عملوها تسعة دلوقتي. في كتاب عادات الناجحين، صاحب واحد عامل دعوة وجايب ضيوف وناس والكلام ده، وبعدين واحد من ضمن الناس اللي هو اللي كاتب الكتاب قال كنت حضرت الدعوة والحفلة دي. فصاحب الحفلة عرفني على الضيوف، وقفت مع واحد فضل من أول حفلة لحد آخرها يحكي حياته وقصته وكذا، وأنا قاعد بسمعه. خلصت الحفلة، فهو ماشي اكتشفت ان هو حد في الوزارة، ولو محتاج حاجة في الوزارة الفلانية نعمل لك وكذا وكذا. وراح بيقول لصاحب الحفلة، صاحبك ده افضل متحدث في الكون. بيقول اصلا انا ما اتكلمتش، ده هو اللي كان بيتكلم، بس هو زكى الحديث وزكى الامر وكان مبسوط جدا. ليه؟ طلع اللي جواه. خلي اللي قدامك يطلع اللي جواه، مش الزوجة اللي راحت تشتكي زوجها في المحكمة وطول القاضي أنا زوجي ما بيتكلمش، متجوزة واحد ما بيتكلمش، أنا اللي بتكلم وما بيردش علي. فلما جاي يسمع منه قال له هي ما بطلتش كلام، فأنا مش عارف، ما ليش فرصة أتكلم. أنا بهزر معاك يعني، لكن الأصل إن إحنا ندي اللي قدامنا فرصة إن هو يتكلم ويعبر عن نفسه، وإيه؟ عن طريق الإنصات.